أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس رفضه وإدانته لحادثة إحراق المصحف في السويد، معربا عن غضبه واشمئزازه من هذه التصرفات. وشدد البابا فرانسيس في حوار صحفي على أن الحرية لا تعني الإساءة للآخر، لافتا إلى ضرورة عدم استغلال حرية التعبير كذريعة للإساءة للآخرين. No le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro.